خليني أبدأ بالطلاب. الطلاب والطالبات يسألون سؤالين: هل نفهم من هذا النظام أنه الدراسة بتصير برسوم؟ وهل معنى ذلك أنه بتوقف مكافآت الطلاب والطالبات؟ هذا كله لا علاقة له بالنظام أبدا. الأمور هذه كلها كانت لها قرارات مستقلة تماما عن النظام. ولو رجعنا إلى نظام مجلس التعليم العالي اللي صدر عام 1414 وفكتف إلى اليومنا الحاضر، لم نجد أنه تطرق لا للمكافآت ولا للرسوم، وبالتالي حتى هذا النظام الجديد اللي صدر لم يتطرق. لكن قد تقرر مثلا جامعة من الجامعات كون لها استقلالية مثلا، هل مثلا جامعة من الجامعات تحط رسوم مثلا؟ اي نعم. هل يمكن هذا وارد اذا بدأت تطبيق النظام؟ لا، الاستقلاليه اللي عاد تسمح للجامعه بانها تحجب رسوم او تفرض يعني مبالغ على مرحله بكالوريوس الا بعد خلينا نقول لك عقود من الزمن. لكن مكافأة ترى الاستقلاليه ترى يعني اللي راح يحققها هذا النظام، لا نعتقد انها يعني من يوم واحد انه كل جامعه سوف تتخذ من قرارات ما يخرج عن المنظومة الحكومية اللي بالفعل من الأهمية. طالما أن الجامعات الآن تعتمد في تمويلها 100% على لا، فأنا أعتقد أنه من الأهمية أن تمنح الاستقلالية، ولكن هذه الاستقلالية يجب أن تكون منظومة. إذن لا علاقة بالنظام بمكافآت الطلاب مستمرة والطالبات، ولا في رسوم على الدراسة الجامعية.